السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. أنتم على فايت شانل واسل الحديث حول الأمراض الجرثومية والأمراض التعفنية. فتكلمنا عن التهابات، يعني مثل التهاب الكبد الفيروسي وعن التهاب اللوزتين، واليوم نتكلم عن بعض التعفنات وليس التهابات، بعض التعفنات التي قد تقع على مستوى الأعضاء مثل الكلية أو المتانة. هناك الإيكولاي، هذه الإشيريشيا كولي، وهناك الكليبسيلا كذلك. الكليبسيلا قد تكون على مستوى الرئة كذلك، البنومونيا هذه. لكن عليا هذه أمراض الرئة، التبركلوزيس يعني السل والبنومونيا، يعني سنخصص لها حلقة. اليوم نتكلم عن تعفن الكلية وتعفن المتانة، كذلك بعض الجروح التي تتقيح وتبقى لا تلتئم، تبقى هكذا تجري بدون أن تلتئم، إما عملية جراحية، إما كسور في العظام، ثم يعني يبقى منطقة يعني لا تلتئم، يخرج منها قيح. قد تكون بعض الأشياء يعني على مستوى الظفر، بعض التعفنات على مستوى الأظافر، تعفنات على مستوى الأذن كذلك، يكون يعني تقيح على مستوى الأذن. هذه الجراثيم مع الأسف ما عدا هذه التقيحات على مستوى الأظافر التي قد يتسبب فيها ستافيلوكوكساي وكذلك ستريبتوكوكساي، أو حتى يعني التهاب البروستاتا أو التهاب المتانة قد يتسبب فيه كذلك ستافيلوكوكس. فيعني هذه جراثيم ستافيلوكوكساي أو ستريبتوكوكساي هي سهلة في العلاج، يعني هي موجبة الجرام، يعني هي جرام بلس، والجرام بلس في البكتيريا يقضي عليه المضاد الحيوي بدون أي مشكل. ستريبتوكوكساي وستافيلوكوكساي والميكروكوكساي والباسيلس والكلوستريديم، هذه كلها البكتيريا يقضي عليها المضاد الحيوي بدون اي مشكل. المشكل مع البكتيريا السالبه مثل الايكولاي، مثل البسودوموناس، ومثل السالمونيلا، ومثل الكليبسيلا، مثل الكامبيلوباكتر، مثل الليستيريا. هذه امراض يعني سالبه الجرام، لا ينفع معها المضاد الحيوي. لماذا؟ لان الغلاف الخارجي في حمض تيكويك، هذه الانفلوب يعني هذه السيلول، يعني هذه مكونه من حمض التكويك، وهو حمض التكويك يعني لا يترك اي شيء ينفذ، فهو يعني ليس مثل البكتيريا الموجبه الجرام، فهي الجرام بلس، هي لديها اشياء منافذ صغيره ينفذ منها المضاد الحيوي. لكن البكتيريا السالبه هي إلاستيك، هذا يعني هذا الغلاف يكون يعني يتمدد ولا يترك يعني هذا المضاد يدخل للخلية، أو لا يتركه يعني يلتصق بهذا الغلاف لكي يقضي على هذه الجرثومة. فعموما هذه ولذلك هذه التعفنات، يلاحظ أن كل الذين لديهم تعفنات على مستوى الكلية وعلى مستوى المتانة فهي لا تتعالج، يعني قليل من الحالات التي تتعالجت. لماذا؟ لأن ليس المضاد الحيوي وحده الذي يكفي، لأن المناعة كذلك. فلماذا هذه الجروح عملية جراحية ثم يبقى الجرح يتقيح لمدة سنة وسنتين؟ هناك حالات يعني رأينا حالات أكثر من سنتين لا زال هذا يعني هذا الجرح لا زال متقيح ولا زال لم يتلائم. وبعد الكسور كذلك عند الناس يعني أكثر من سنة وهذا القيح يخرج من 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 هذه من هذه الجروح. فهذه لماذا؟ لأن طبعا هذا الجرثوم يصبح مقاوم للمضادات الحيوية، المريض تكون مناعته منخفضة إما بعد حادثة سير أو بعد عملية جراحية أو مرض آخر شيء، فتكون المناعة منخفضة. ونؤكد وننبه الناس بأن ليس المضاد الحيوي وحده هو الذي يقضي على الجراثيم، فهناك أشخاص تعالجوا، هناك أشخاص لم يتعالجوا، وهنا يظهر الفرق بين الذي تعالج والذي لم يتعالج والمناعة. إذا كانت مناعة مرتفعة فالدواء يعطي نتيجة 100%، إذا كانت المناعة منخفضة الدواء لا يعطي أي نتيجة. وهذه الحالات التي رأيناها ويعني وقفنا عليها يعني شاهدناها، وليس فالطبيب يصف الدواء، المريض يتناول الدواء لمدة سنة وليس هناك علاج ولا أي شيء. والذين لديهم التهاب على مستوى الكلية والتهاب على مستوى المتانة يعلمون هذه الأشياء، في أن هذا الجرثوم لا هذا المرض لا يتعالج في أقرب وقت، رغم أن الأمراض الجرثومية لا تتعدى أسبوعين، يعني أقصى ما يمكن تتعالج في أقصى أسبوعين، إلا السل، السل يأخذ علاج طويل، يعني مدة طويلة. فيعني لماذا المناعة؟ فلما يتناول الشخص الدواء، لما يتناول الشخص الدواء يجب أن يتناول دواء طبيعي كذلك.
ولا يتعارض الدواء الطبيعي مع دواء الطبيب، لا يتعارض، يعني المضادات الحيوية لا تتعارض مع شراب، يعني هذا زعتر، يعني شخص يغلي زعتر ويشربه، أو يغلي أوراق زيتون يشربها، أو يشرب أو هذا، هذه لا لا لا، لكن هناك من يخوف الناس ويفزعهم بأن يجب أن لا تتناولوا هذه الأشياء، بالعكس فيجب على الأطباء أن يشجعوا الناس بأن يتناولوا أشياء طبيعية معروفة وليست أي أعشاب، يعني الأشياء التي يتناولها الناس في منازلهم، يعني حبوب الكتان وحلبة وحب رشاد وحبة سوداء وكمون وحبوب الكزبرة ويانسون وشمرة وقرفة وكركم، يعني زنجبيل خولنجان، أشياء هذه التي يجب أن يكثر منها الناس أثناء تناول الدواء، وأن يكون النظام طبيعي 101%، بمعنى يجب أن لا تطهى الوجبات بزيت المائدة، زيوت صناعي، تطهى بزيت الزيتون فقط، وأن لا تكون مواد مصبرة معلبة مصنعة أثناء العلاج، وإلا سيبقى هذا الجرح هكذا، وستبقى هذا الالتهاب على مستوى، هذا التعفن على مستوى الكلية والمتانة سيبقى، وعلى مستوى البروستاتا هناك رجال لديه مشكل الآن في القنوات، يعني هذه المسالك البولية وفي الأشياء هذه الآن معفنة، ولا يجدون، لا ليس هناك حل. المناعة إذا ارتفعت فالدواء يعطي مفعول 100%، أن أثناء تناول الدواء يجب أن يرتاح الشخص نفسيا، أن يعني يتمشى، يقوم برياضة بسيطة، رياضة خفيفة، أن يكون النظام طبيعي 100%، طبخ المنزل، وأن لا يقرب أي شيء معلب مصنع، ولا حتى الأشياء التي تنكه بها المواد الغذائية، حتى الكيتشوب والمايونيز والماسترد وهذه الأشياء، هذه والصوص، الأشياء هذه، المرق الصويا والأشياء التي تضيفها النساء للأكل، فقط توابل، وهذه الحبوب التي تكلمنا عنها، ونشويات وبقوليات وسمك، وحتى لحوم طبيعية مع تطهى مع الخضر بزيت الزيتون، لحوم طبيعية، إذا أراد الناس أن يستهلكوا اللحم فيطهى مع الخضر، وتكون الخضر أكثر من اللحم، ويكون اللحم طبيعي مسلوق، وليس يوميا، يتناول مرة في الأسبوع ومرة في الشهر، ويعني وليس يوميا، فأن يكون النظام طبيعي بطبخ بزيت الزيتون وطبخ المنزل، أن تكون أشياء يعني نظيفة، الخضر تغسل جيد، الفواكه تغسل جيد وتقشر، عصير خضر، عصير فواكه، نعم، سلطة خضر، سلطة فواكه، نعم، شوربة خضر، حساء شعير، حساء يعني بقوليات، حساء فول، حساء حمص، إلى أشياء، هذه كلها جيدة، يعني طبخ المنزل نظام طبيعي، يعني الحالة النفسية، يعني هذا يعني حركات خفيفة، يعني إنسان يتحرك ولا يوقف في الفراش، يتحرك، يعني الدورة الدموية والأكسجين يجب أن يدخل الأكسجين بكمية كافية، ثم هناك يعني أشياء مكملات تقوي المناعة، يعني تقوي الشخص، من الفيتامينات، فيتامين سي والفيتامين دي والفيتامين إي بالفرنسية أو، هذه الفيتامينات جيدة، هذه يعني ترفع المناعة، فيتامين سي، الفيتامين دي، حمض الأوميجا 3 يرفع المناعة كذلك. ثم بعض المكملات مثل الكيوتين، هذه لا كيوديس بالفرنسية، الكيوتين، وكذلك الجلوتاثيون، إذا كان الناس يتناولون الطازج من سلطات وفواكه أشياء هكذا طازجة فلا يحتاجون الجلوتاثيون. ثم أشياء قوية فيها فيتامينات ومضادات الأكسدة، أملاح معدنية كذلك، يعني توجد في كل الخضر، كل الفواكه كلها جيدة. ممكن أن البروبايوتيك كذلك جيد، هذه البروبايوتيك هي كبسولات البكتيريا اللبنية، يعني هذه تشرى ويعني وتستهلك أثناء العلاج، أن لا يكون الخبز أبيض بالخميرة الصناعية أثناء علاج أي مرض من السرطان إلى الإيكولاي، أثناء العلاج لما يكون الشخص يعني يخضع للعلاج، ممنوع دقيق أبيض، خبز دقيق أبيض بالخميرة الصناعية، لأن القولون هو الذي يقبل الدواء، فالشخص يتناول دواء والبكتيريا الصديقة ليس لديها بما تتغذى، فلما تخرب هذه البكتيريا فطبعا الأدوية تخرب هذه البكتيريا، فلا يزيد الشخص يخربها أكثر، يعني هذه يعني. فهناك كذلك أكبر النحل، هذه البروبوليس وغذاء الملكات، يعني رويال جيلي، هذه أشياء تقوي الجسم، يجب أن يتناولها الشخص مع الدواء، مع الدواء، لأن ربما يكون مفعولها أكثر من 50%،
فهي يعني ستقوي يعني فاعلية الدواء وستقوي المناعة، والشخص إن شاء الله يتعالج بدون أي مشكل. جميع الأشخاص الذين كان لديهم يعني هذه الجروح التي لم تتلائم وتقيحات، والذين كان لديهم يعني هذه الإيكولاي يعني حتى ستافيلوكوكساي في المسالك البولية في المثانة، والأشخاص الذين كان لديهم يعني بعض التعفنات الأخرى بما في ذلك يعني الأطفال التهاب اللوزتين، يعني كل هذه الأمراض الجرثومية هذه لما يتناول يعني لما يكون نظام طبيعي، نظام غذائي طبيعي أولا، ويتناولون أكبر غذاء ملكات والكيوتين والبروبايوتيك والأوميجا 3 هذه المكملات، فكل هذه الحالات يعني كان العلاج يعني 100% نتيجة حسنة يعني ونتيجة قوية يعني بدون أي شيء. فكل هذه الأمراض الجرثومية يجب أن ينتبه الناس لحالة المريض، وأن ينتبه الطبيب للمناعة، لأن سيصف دواء وهذا الدواء سيأخذه الشخص ثم لا يتعالج، ثم يتكون له جراثيم مقاومة، تتكون جراثيم مقاومة، ثم إذا كان الشخص يعني خضع لعلاجات أخرى طبعا هذه الجراثيم يعني ستتقوى إن شاء الله. نتكلم في حلقة مقبلة إن شاء الله، سنتكلم عن الأشخاص الخاضعين للعلاج داخل المستشفيات والمصحات. لما يكون الشخص في سرير المستشفى أو سرير المصحة لمدة أسبوع وأسبوعين وثلاث أسابيع، فهذا الشخص كذلك له نظامه وكيف يجب أن يتعاملوا معه إن شاء الله سنتكلم عنه. فإن شاء الله ربما حلقة غد إن شاء الله سنتكلم عن هذه الحالة. الله تعالى، الله لطيف بعباده سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.